حابين تركزين على مفهوم يمكن نقول جديد من ناحية أن العلاقات العامة غير المفهوم السائد، يعني أنهم يتواصلون معكم أو أنتم تتواصلون معهم أكثر، أو هو من العملية من الطرفين، يعني هاي النماذج وأنتم كشركة. طبعا هو دائما العملية بتكون ناجحة وبتكون من الطرفين، لأن اليوم إحنا طبعا في ناس كثيرين في عندنا طاقات موجودة بس إحنا مو عارفين عنها، سواء كانت مثلا في المدن، سواء كانت في الأماكن اللي شوي أبعد من المدن. وصراحة نلاحظ أن المجال، يعني إحنا مو مركزين على مجال معين، يمكن بعض الناس شافونا في مجال الأزياء أو في مجال يعني معينة، لكن إحنا مفتوح المجال. المجال مفتوح، ولهالسبب حبيت إنه يكون في شركة علاقات تهتم بهالمواهب، تهتم بهالطموحات الموجودة. وأحس إنه أيضا واجب علينا إحنا كأفراد ان يعني تحتضنونهم، نحتضن، وايضا ان نطبق سياسات ودعم حكامنا في هذا المجال، لانهم ما مقصرين علينا صراحه. يعني مسؤوليه يمكن المجتمع ككل. بالضبط، لان احنا مثلا اليوم هم ما يقصرون، هم يحطون كل الامكانيات اللازمه، لكن ايضا احنا لازم يعني نعطي دورنا ونقوم بدورنا ومسؤوليتنا تجاه مجتمعنا واتجاه الآخرين. يعني دور الأفراد وتفعيل أدوارهم يعني في نجاح هذه التنمية دائما المستدامة. احنا نبي نتعرف عن أيضا يمكن مكانة المرأة العاملة في دولة الإمارات، وين تشوفين وصلت المرأة العاملة، وين مكانتها، إلى أين الحين هي متجهة؟ المرأة العاملة صراحة في الإمارات، يعني أنا دائما أقول هي من أكثر النساء حظا في العالم. وصراحة أنا دائما أعيد نفس الشيء وأقول إن المرأة الإماراتية تعيش عهدها الذهبي، وبإيدها هي تقدر تمد هالعهد وهالعصر، لأن هي الإنسانة اللي متمكنة في هذا الشيء، وهي الإنسانة اللي تقدر بنشاطها بتفاعلها باجتهادها أنها تستمر وتبني، لأن كل الفرص موجودة. وإحنا ما شاء الله شفنا الدعم في كل المجالات، وشفنا المرأة تواجدها في كل المجالات، سواء مجال الأعمال، سواء مجال السياسة، سواء مجال يعني التربية، الطب، في كل مجال. فما في إلا أنها هي الآن تحط كل هالثقة في نفسها وتبرز أعمالها، مش فقط للمجتمع الإماراتي ولكن للعالم. يعني باقي عناصر اللي يمكن النجاح تعتمد عليها، البقية من المتبقية من هالعوامل اللي تساعد الرجل. شو نصيبه عاد الحين في ظل التطور الملحوظ والمرأة وتقدمها؟ يقول الرجل أنا شوي مظلوم. والله أنا بقولك الرجال صراحة، يعني أنا شخصيا ما أقدر وما كنت أقدر أوصل للي وصلت له بدون دعم زوجي لي، وهذا صراحة أنا أشكره، وأتمنى أن كل رجالنا يكونون مثلهم، لأن هو كونه رجل ناجح، كونه رجل يحس بمسؤوليته في المجتمع، كونه أنه كان عارف السوق قبلي. أنا صراحة بديته وهو كان أستاذي، فأخذت من هالناحية، لأن إحنا طبعا كشعب إماراتي وكامرأة إماراتية طبعا، صح درست في الخارج ورديت الإمارات وبديت عملي، لكن لولا وقفته معاي، لولا دعمه لي بكل النواحي، لولا صراحة أن تحمله وثقته بنفسه قبل ما يكون ثقته بي، لأن عادة يقولوا لك الرجل يخاف، يحس بالغيرة مرات يمكن من نجاح زوجته أو شريكة حياته. بالضبط، لأن لكن في حالتنا صراحة ما كانت هذا، لهالسبب هو كان أكبر دعم لي أن يتحملني. يعني الحمد لله، وهذا أحس أن أي امرأة ناجحة صراحة لو نرجع بنشوف في شخص يعني دفعها، غير الأمثلة اللي عندها، غير الناس اللي هي تأخذهم كقدوة، لكن في شخص وقف معاها وساعدها وساندها. وأنا في مجالي أحيانا الناس يقولوا لي يعني فريدة ما سمعت تتكلمين عن زوجك، فأحس إنه بالعكس، لأني ما أحتاج أتكلم عنه، لأن ما شاء الله لولا نجاحه ولولا تميزه في مثلا كمصرف سابق، مصرفي سابق، وتميزه في أعماله، ما كان عطاني الفرصة أني أنا أنجح، لأن نجاحي من نجاحه ونجاحه طبعا من نجاحي، وكان هو ناجح قبل ما أنا أدخل في حياته. جميل. تعرفين، فهذا يعني القدرة والقوة اللي أنا استمديت منها. يعني إحنا بالعكس نحيي وجود هاي النماذج من الرجال، خصوصا يعني زوجك، وأنه يعني رجل يعني نقول بمعنى الكلمة يدعم يمكن المواهب إذا كانت شابة، يدعم شريكة حياته، يكمل المرأة، ما يغار منها، يحاولون أن يكون نجاحهم هم نجاح واحد. صح. يعني يعكسون لبعض نفس المرأة، يعني صورة أو يمكن عملة لي. والله هاي
اللي أقول يعني أحيانا خاصة إحنا سيدات في مجتمع الإماراتي, لأن إحنا جايين من مجتمع يعني مجتمع كيف نقول فينا كل طيبة وفينا المصداقية وفينا هذا, وفي عالم الأعمال, وفي الواحد يوم يخرج من البيت لعالم الأعمال صراحة نلاقي كل المجتمعات, نلاقي كل الشعوب, وطبعا مو بهالمجتمع اللي إحنا تعودنا عليها وعرفناها. فلهالسبب يعني أقول الرجل الناجح والرجل الواثق من نفسه هو اللي بيدعم المرأة واللي بيخليها تنجح, لأنه هو ناجح فيباها ناجحة معه. جميل. إذن بس أخيرا نبي نعرف, طبعا أنت حصلتي على لقب يعني في فترات سابقة في عام 1996 على لقب أفضل سيدة أعمال على مستوى الخليج, يعني لقب تفخرين أنت فيه أكيد, ويمكن عائلات وحتى نحن كذلك نفتخر فيه على مستوى الخليج. يعني نتكلم كيف توازنين أو قدرتي توازنين ما بين الأسرة وما بين يمكن عالم الأرقام والأعمال, يعني عالم صعب, صفقات وعراس جدية, حضور مؤتمرات, يعني كيف قدرتي توازنين؟ لهالسبب حبيت أتكلم عن الشخص اللي ساعدني أني أنا كيف أستمر وكيف أخذ الخطوات الصحيحة وكيف أنظر للأمور بنظرة جدية وكيف أدقق في الأمور المهمة, لأن لولا هذا كله ما كنت أقدر صراحة أعرف السوق معرفة صحيحة, ما كنت أقدر أستمر ولا كنت أقدر أنجح. لأن طبعا أي امرأة أي إنسانة تبتدي حياتها العملية في مثل ما نقول هبوط يعني في أوقات هبوط بالضبط, في أوقات صعبة وأوقات يعني نجاح وكل هذا. فالحمد لله الواحد يوم يحط توازن, يحط توازن بين العمل والمنزل, يحط توازن وأهمية لكل شيء, لأن اليوم يحط أولويات وثانويات, يحط أولويات وطبعا هامشية ويحط مخطط بالضبط. وأهم من الأمور هذا كله صراحة اليوم اهتمامنا بأسرتنا, لأن في نظري ما في فايدة لو الإنسان هذه تكون ناجحة في حياتها العملية وفاشلة في حياتها الأسرية. لأن الأسرة هي أساس أي مجتمع. هاي كلمة توجهينا للمشاهدات وخصوصا لسيدات الأعمال اللي توهم مقبلين أو يمكن نجحت بس فاشلة يمكن من الناحية الأسرية. والله لهالسبب أنا بنصحها إنها عشان تقدر توازن بين المكانين أفضل لها لو تبى تركز على عملها إنها تركز على العمل وعلى المنزل, ولكن مو على العمل وتهمل جانب الطلعات الاجتماعية وكذي, شوي تخفف من هذا إلى أن توصل لمرحلة إنها تقدر توقف على ريولها وتقدر مثلا تقلل من الساعات اللي هي لازم لها إنها تتواجد في عملها. ففي البداية تركز على البيت ومن ثم العمل. نجاحها ينبع يمكن من نجاحها وراحتها النفسية في هذا المنزل بدون شك. طبيعي. لأن المرأة الغير مرتاحة واللي لها مشاكل في البيت ما تقدر تركز على شغلها بالصورة الصحيحة. حلو. وما تقدر تركز على الجوانب المختلفة من الحياة. حلو, جميل جدا. نحن يعني حابين نشكرك يعني سيدة الأعمال فريدة العواضي على وجودك اليوم معنا, على هاي الخبرة اللي خذناها منك, وأيضا في خلال لقاءات أخرى معك بنعطي الموضوع أكثر حقه, ومن خلال تواصل أيضا الجمهور معك بخصوص كون شركة أسرار ما تقدمها من خدمات يمكن خدمات نوعية مميزة أيضا لهم لكل هذه يمكن النماذج الشابة من مواهب اللي حابة تدخل في أي مجال كان مفتوح. حابة نشكرك على وجودك مرة أخرى. شكرا حبيبتي, وأنا إن شاء الله يعني بكون متواجدة أي وقت تبون إن نراوي أيضا الفعاليات اللي سويناها وكيف في بإمكان هالفعاليات إنها تساعد وتساند أي امرأة إماراتية أو متواجدة على أرض الإمارات إن شاء الله إنها تستفيد. إن شاء الله نأمل ذلك إن شاء الله عن قريب إن شاء الله وياك. شكرا. إحنا مشاهدينا نروح لفاصل ونكمل عقبها فقراتنا.